بس انا مش عاوزه تحط مكياج. لا يا حاج ما تقلقش، مش هتحط مكياج. طيب ودراستها يا حودة هتعمل فيها ايه؟ احنا عاوزينها تطلع دكتورة كبيرة. ما تقلقش يا حاج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هنعرف حكاية تمثيل أمنية كو وازاي بدأت التمثيل مع محمود الجمل والعيلة. انا أمنية كو في القلب من جوه، وده بابا صالح، ودي ماما اسمها سماح، وده هدى اخويا وهو بطل حكايتي في التمثيل لانه اخويا كبير وانا بثق فيه جدا. تعالوا شوفوا حصل ايه. الحكاية بدأت لما حودة اخويا كلمني وقال لي: امنية ايه رأيك تمثلي في الافلام وهتكوني البطلة في كل افلامي؟ يا ريت يا حودة، انا بحب التمثيل قوي، بس في حاجات كتير مش هتخليني امثل معاكو يا حود. حاجات ايه يا امية؟ قوليلي. يا حودة بابا مش هيوافق، وكمان ماما ومدرستي والدراسة. بابا انا هقوله ما تقلقيش وهو هيوافق عشان انا هخلي بالي منك، ومامتك هتوافق عشان انتي هتبقي مشهورة يا امية. بس ماما مش عاوزاني امثل يا حود. تلاقيش يا امنية، هي هتوافق عشان انتي جاية تمثلي معانا مش مع حد غريب. طب والدراسة؟ انا كده مش هعرف اذاكر، وماما عاوزاني اطلع دكتورة كبيرة وابقى شاطرة في المدرسة يا حود. التمثيل مش هيأثر على المذاكرة يا امنية، انتي شاطرة وبتطلعي من الاوائل. ماشي يا حودة وانا معاك. حودة هيشوف رأي بابا ايه، وده اصعب رأي، هو اللي هيحدد همثل في افلام اخويا ولا لا. حاج صالح عاوز اطلب منك طلب. خير يا حودة؟ امية عاوزة تمثل معايا في الافلام وعاوز اذنك الاول. ايوة يا حودة، بس انا مش عاوزها تحط مكياج. لا يا حاج ما تقلقش، مش هتحط مكياج. طيب ودراستها يا حودة هتعمل فيها ايه؟ احنا عاوزينها تطلع دكتورة كبيرة. ما تقلقش يا حاج، امنية القوة دي بتطلع من الاوائل وهتشرفنا وتشرف العيلة. خلاص يا حودة خليها تمثل معاك، انا موافق. وبعد ما عرفتوا بابا وافق ازاي على تمثيلي، دلوقتي هتعرف ماما وافقت ولا لا. ازيك يا سماح، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حودة بخير. سماح عاوزين امنية تمثل معانا في الافلام، ايه رأيك؟ ايوة يا حودة، بس انا مش عاوزاها تبقى ممثلة. امنية شاطرة في المدرسة وانا عاوزاها تطلع دكتورة كبيرة. ما تخافيش يا سماح، انا مش هخليها تأثر في المذاكرة ولا المدرسة. طيب وصالح وافق على كده؟ الحاج صالح وافق، وامنية كمان عاوزة موافقتك. يعني امنية عاوزة تمثل؟ ايوة وفرحانة جدا. خلاص يا حودة، بس توعدني انها ما تهملش مذاكرتها ولا المدرسة. اوعدك يا سماح. وكده الحمد لله بابا وماما وافقوا اني امثل مع اخواتي في الافلام. حودة جه قال لي: امية حاج صالح ومامتك وافقوا تمثلي معانا. بجد يا حودة انا فرحانة قوي. امنية قوة في القلب من جوه، احلى ممثلة رقم واحد على اليوتيوب. الحمد لله يا حود، ربنا يخليك ليا يا اخوي. انت امنت بموهبتي في التمثيل وساعدتني علشان انميها. بتقوليش كده يا امنية،
انت اللي وشك حلو علينا كلنا. هدى يعني هتجيب لي تامر حسني في فرحي؟ هجيب لك تامر حسني ومحمد حماقي كمان يا ستي. كده انتوا عرفتوا ازاي انا مثلت مع اخواتي؟ وعاوزاكوا تعرفوا ان الموهبة عمرها ما هتأثر على المذاكرة، عشان لو عندك هدف هتوصله. ما قلتلكوش ان ماما زعلت قوي عشان انا عاوزة امثل. تعالوا شوفوا عملت فيا ايه. كده يا امنية اعرف من حوضة انك عاوزة تمثلي على اليوتيوب، وانتي ما تقوليليش. فهميني ليه ما قلتليش؟ يا ماما انا ما قلتلكيش عشان انتي مش هتوافقي. ايوه يا امنية ما كنتش هوافق عشان انتي عاوزة تطلعي دكتورة. خلاص يا ماما بقى قلبك ابيض. ما تزعليش يا ماما يا حبيبتي. وما تخافيش يا ماما انا ان شاء الله هبقى دكتورة كبيرة. مش زعلانة منك يا روحي، يا رب تحققي كل اللي تتمنيه. شكرا يا بابا عشان خلتني امثل مع حودة اخويا. المهم يا امنية ما تسيبيش الصلاة وكمان المذاكرة عشان تطلعي دكتورة كبيرة. ما تخافش يا بابا انا الحمد لله بصلي وبذاكر كويس عشان ابقى دكتورة كبيرة زي الدكتور مجدي يعقوب. ربنا يوفقك يا امنية حبيبتي واشوفك احسن واحدة في الدنيا. أمنية قوة في القلب من جوه، بنحبك قوي. وأنا كمان بحبكوا قوي. يا رب أكون قدرت أوصل لكم كل حاجة في بدايتي في التمثيل مع أخويا حودة والعيلة. بنتمنى ليك التوفيق يا أمنية وتطلعي أحسن دكتورة في الدنيا وكمان رقم واحد على اليوتيوب. شكرا ليكم أنا بحبكم. وفي النهاية نحب نشكر أمنية قوة. ولو وصلت معانا لنهاية الفيديو تنسيش تعمل لايكات كتير وكمان كومنت حلو لأمنية قوة. وكمان قولوا في الكومنتات عاوزين تعرفوا مين على اليوتيوب الفيديو الجاي. بنحبوكوا قوي. مع السلامة.